السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله في الدرس ده هنتكلم عن آخر حاجة خالص معانا في الأنيميشن، اللي هي أنيميشن بلاي ستيت. باختصار هعمل الكي فريم بتاعي، وليكن هقول له فروم اللي هي 0% عادي، هقول له الباك جراوند يكون اللون اللي هو الأخضر، ثم بعد كده التو. يعني انت لو هتعمل اتنين انيميشن يبقى استخدم فرومت، ولو هتعمل اكثر من انيميشن يستخدم اللي هي 0% و10% والحاجات دي. اقول له اللون يبقى اللون الاحمر. عندي بقى الانيميشن، انيميشن بلاي ستيت، عندي حاجتين. قال لي راننج اللي هو الديفولت، اللي هو اصلا الانيميشن شغال على طول راننج اهو، مش شغال على طول يعني الى ما لا هو شغال يعني بيشتغل على طول من غير ما اعمل له حاجه، اللي هي الديفولت بتاعت راننج. طب باظ اللي هو يقف ما يشتغلش، يجي عند اول واحد ويقف، عمل الانيميشن باك جراوند بقى الاخضر ووقف ما كمل ما اشتغلش. يبقى قال لي تستخدمها في ايه اللي هي بلاي ستيت دي. قال لي مثلا وليكن هنعمل فكره صغيره، هقول له لما اجيب الماوس على الديف، لما اجيب الماوس على الديف الانيميشن بلاي ستيت يقف. هنعمل مثلا الانيميشن هنا يكون الى ما لا نهايه، اللي هو اتريشن كاونت عدد تكرار انفينيتي، وهعمل ريفرش يشتغل على طول الى ما لا نهايه. حاجه وقف، حاجه اجيب الماوس عليه يقف اهو، هوقف اهو الانيميشن ويف، هشيل يشتغل. انت مثلا ممكن تعمل زرارين بقى بالجافا سكريبت، تقول مثلا هنا بلاي انيميشن وستوب انيميشن، لما تدوس على البلاي يعمل راننج، لما تدوس على الستوب يعمل لا الباست. دي فكره برضو تستخدمها في الانيميشن برضو عادي. يبقى باختصار لما اجيب الماوس اهو هتلاقي الانيميشن ويف، هشيل الانيميشن يشتغل. تمام جدا جدا. طيب عايزين بقى نعرف الليله دي كلها ممكن اختصرها في قد ايه؟ يعني الانيميشن السته والسبعه دول مكان واحد، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ثمانيه، عايز اختصرهم في سطر واحد بس، الشورت يعني بتاعت كلمه انيميشن. قال لي باختصار شديد جدا، شايفين اللي انا كاتبه ده؟ بالظبط اللي انا كاتبه ده مع اختلاف بسيط. اول حاجه انيميشن نيم، ثم الديوريشن، ثم التايمنج فانكشن، ثم الديلي، الديلي الاول، ثم بعد كده الايتريشن كاونت، الدايركشن، الفيل مود، البلاي ستيت. يبقى هنكتبه اهو، هشيل ده كله واقول له شيل خلاص الديف. نكتب بقى الاختصار انيميشن. اول حاجه الانيميشن اللي انا كاتبه فوق كده بالترتيب، انيميشن نيم اللي هو التشينج، انيميشن ديوريشن يقعد ثانيتين، انيميشن تايمنج فانكشن اللي هو الايز، الايز نفسه وهكذا، اقول له الايز ان اوت، الانيميشن ديلي يتاخر 3 ثواني، ايتريشن كاونت عدد التكرار هيعمل مرتين، الدايركشن وليكن نورمال اللي هو الطبيعي، الفيل مود اقول له مش عايز حاجه اللي هو النن، البلاي ستيت ران، واشوف هل فعلا الكلام ده صح ولا غلط. هيقعد 3 ثواني ديلي، ثم بعد كده يشتغل في ثانيتين، ثم بعد كده هيتكرر مرتين. او نتاكد بقى من الكلام ده، هعمل ريفرش اهو، هيقعد 3 ثواني ثم بعد كده يشتغل، هذا مرتين، ادي اول مره ثاني مره وشكرا. بالظبط كده. يبقى باختصار الشورت هاند بتاعت الانيميشن تشينج، ثم بعد كده النيم، الديوريشن، تايمنج فانكشن، الديلي، اتريشن كاونت مرتين، الدايركشن نورمال، الفيل مود نان مش عايز اي فيل مود اللي هو اللي احنا بنكتبه اللي هو انا نسيت بتكتبه كده انيميشن فيل مود اللي هو الفورورد والباكورد وهكذا، والانيميشن بلاي ستيت لو راننج وبوست. طيب قال لي فيما موقعين بيساعدوني في الحوار ده، اول واحد اسمه سي اس اس انيميت انيميشن جنريتور، هسيبكم ان شاء الله في الديسكريبشن تقول له جود تول ويفتح لك الانيميشن ويفتح لك كمان الكود. يعني يعني مثلا انا عايز انيميشن، اي انيميشن انت عايزه تكتبه هنا مثلا، والباوس باونسين اب، ازاي الانيميشن ده حصل؟ تدوس على كلمه كود هيفتح لك الكود اهو بالتفصيل، ومن ادي الاتش تي ام ال وادي السي اس اس، وازاي من 0% عمل اوباستي وعمل ترانسفورم والترانسليت والشغل اللي احنا شرحناه ده كله قبل كده، بيجمعهم مع بعض يعمل ترانسليت وتعمل لك ترانسليت واي، ونفس الكلام بالظبط. عايز انت اي انيميشن تاني ترجع تاني تقول انيميشن، يفتح لك الانيميشن اللي انت عايزه، تختار اللي انت عايزه كله مثلا فيد الليفت، وتقول له الكود ويجيب لك الكود. طبعا انت يعني انت فاهم الانيميشن كله بتاع الدروس اللي فات، خلاص الباقي ده كله هيبقى تافه جدا. يعني انت فاهم الفيل مود يعني ايه بوس، يعني ايه اوباستي زيرو، يعني ايه ترانسفورم يتحرك ترانسفورمات اكس بالسالب، يعني محور اكس وهكذا. تاخد انت الكود ده وتعمله عندك بطريقه بسيطه جدا. طيب حلو. تاني موقع حاجه اسمها سي اس اس كي فريم، نفس الموقع ده يعني موقع تاني. مثلا انت بقى تكتب مثلا الديوريشن بتاعك، الوقت اللي انت عايز تعمل فيه الانيميشن، وعندك اهو الفريم والبروبيلتي، عايز تعمل سكيل تعمل سكيل واي سكيل اكس والحاجات دي، وتقول له مثلا ان انا عايز اعمل يشتغل الانيميشن بتاعي، الانيميشن بيعمل روتيت،
عايز بقى الكود بتاعه ده تنزل تحت شويه، الكود اهو كله بالتفصيل، تاخده كوبي عندك، دوس كوبي هنا وتكتبه عندك بقى في الايديتور بتاعك اللي هو البراكت او اي برنامج انت بتستخدمه، الكود عنده بالتفصيل اهو. انت عايز تغير حاجه معينه، غير يا عم الحاج اهو، تشوف ده كله مثلا عايز اعمل ليفت مثلا زود شويه، عايز اعمل مش عارف توب ينزل شويه، بص هنا كده هتلاقيه بينزل معايا، هدوس اهو هتلاقيه بينزل معايا تمام. مش عارف عايز اعمل سكيل اكس، عايز اعمل سكيل واي، عايز اشوف مثلا الديمو، دوس على الديمو تشوف الديمو عايز تعمل ايه، مثلا فيد ان داون، وبعد كده تشغل الانيميشن اهو، تلاقي عامل لك فيد ان داون. طب فين بقى الكود؟ قال لي الكود تحت اهو، تاخد الكود كوبي عندك وتحطه عندك ببساطه اشتغل. يبقى موقعين بيساعدوك في الحاجات دي لو انت مش عايزهم، مش بس تاخد تاخد منهم فكره وخلاص وتشتغل. انت بقى فهمت الانيميشن بكل حاجه اللي عندنا، وفهمت ازاي الشورت هام تكتب، وتمام جدا جدا. جرب بقى امثله، ان شاء الله نعمل امثله على انيميشن كتير بس في ليست الاكزامبل بتاعتنا، عشان الكورس هنا بس بشرح لك الاساسيات، وكمان كل حاجه كل الاساسيات كمان بالتفصيل، وفي الامثله ان شاء الله هشرح لك الامثله المتقدمه ان شاء الله بالتفصيل. اتمنى يكون الانيميشن واضح. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمه الله.